يقول صار الوطن ضيقه وصار اللقا خوف، وتغيرت حال العرب في ثواني من عقب ما نستقبل ضيوف وضيوف. اليوم صار الضيف ما له اماني، حتى السلام اللي مع الناس معروف، كنك تودى صاحبك في المكان. الوضع بين الناس ما هو مألوف، يالله لطفك كل ما الوضع شاني. صارت مساجدنا عقب ما هي صفوف، ما من تواجد غير صوت الأذاني. حضرة تجول والإشاعات وألوف، يضيق صدرك لو وسيع الوطاني. مقاطع تدمي عيونك من تشوف، مقاطع تضحك وانتهت عاني. وجه الفرح من الوبا صار مخطوف، سبحان من بمره يدور الزماني. يلا حساها عدة أيام وطوف، كل شدة بمرك تزول بثواني.